السلام عليكم أزول، هذا الدرس موجه لصحاب الموسيقى طبعا اللي عندهم هوم ستوديو في البيت. الدرس اليوم على واحد البلوجين اللي سميتو لونيس بينالتي. فهذا البلوجين هذا كيعطينا واحد العدد ديال دي بي اللي مقبول ومقبول كذلك من طرف القناة الموسيقى، يعني لي بلاتفورم بحال سبوتيفاي، ايتون، يوتيوب ميوزيك، امازون ميوزيك، حتى يلونسيو الاغنيه ديالك في اسرع وقت. وكذلك لو فوليوم تيكون في المستوى، لان تنعرفوا وعندنا تجربه حين كنميكسيو الاغنيه على حسب بليزيور بيست وكنديروا ليها ماسترين، من بعد ليكسبورتاسيون تتخرج على حسب الديسك اللي غادي نسمعوا ليها في البورتابل ولا في لاشينيفي ولا في اللوتو. فتما كنلقاو الاشكال في الفوليوم، يعني تنزلوا فيه ولكن غير مقنع. اذا الخوت هاد المسائل هادو تنخدموهم على سيكونسور. فهاد السيكونسور هذا بحال اللي كتشوفوا ديالي انا تاع ستوديو وان ديال بريسينوس، وكان عارف بلي كتخدموا كل واحد كيبغي سيكونسور على من كيخدم، وكاينين بزاف، كاين كوبايز، برو تولز، ابلتون لايف الى اخره. فهذا ماشي مشكل، فتبعوني وتستافدوا هذا الموضوع هذا. اذا بحال اللي كتشوفوا هنايا نحيد هذا لا طابل دو ميكساج تاع ريسونوس. اذا حيدها هنا باش تشوفوا لي بيس اللي درت هنايا. ونديماري هاني كتسمعو. اذا نوقف ونجي نرد لطابل دو ميكساج. وبحال اللي كتشوفو خدام غير على واحد الطريف وصافي، ماشي على الموسيقى كاملة. إذن غنجيب واحد بلوجين اللي كيعجب لي أنا بزاف، هذا اللي سميتو يولان لوناس ميتر دجوج. إذن ونجيب طبعا هذاك لوناس بينالتي. بحال اللي كتشوفو هو نردو لزيرو. اذا بحال اللي كتشوفو هنايا لي بلاتفورم يوتيوب، سبوتيفاي، تيدر، ايتون، امازون، باندورا، ديزر الى اخره. فهنا كذلك عندي نفس الشيء هنايا تحت، ونطلع شويه باش تشوف مزيان هنايا. فعندي يوتيوب، سبوتيفاي، ابل ميوزيك، ديزر، تيدال، و امازون ميوزيك الى اخره. فاحنا نركزو على يوتيوب. علاش؟ لحقاش هنايا لونيس كيقولنا يوتيوب كيكون على ناقص 14. هو ناقص 14. مثلا الى مشيت ندير ابل ميوزيك فهو ناقص 16. هو ناقص 16. وحتى هذا كيرجع على لونيس، هو كنردوه على لونيس، ومن بعد كنرجع على لوفس. فاللوفس فهاد الارقام هادو، هاد لي ديبي لي هنايا، وهاد تاع لونيس وكلشي، هادو خدامين بسبب كيطلعو كيهودو بسبب لي بلوجين لي درناه هنايا على لي بيست، لي لونسينا على لي بيست هنايا. فهما لو كان ديالهم والمسائل ديالهم تهبط وتطلع، ولكن راه كتعرفو لو كان خصو ميطلعش زائد على زائد، خصو دايما يكون على ناقص كيلكو ديبي. ف اذا ناقص 16. غنرجعو ليوتيوب فنفسر لكم هنايا علاش اونغوج هنايا وهنايا. لحقاش هنايا ناقص خصنا نطلعو شوية على ناقص 14، خصنا نكونو بين ناقص 13.90 إلى ناقص 9.50 إلى آخره. وهنايا خصك دايما يكون عندك بين ناقص ولا واحد دي بي. إلا جالك واحد دي بي معليش، 1.0 زائد 1.0 معليش، فمن تحت إلى حتى ناقص 0.9 مزيان.
فهذوم اللي كيوريونا واش احنا في العدد ديال الديبل مقبول ولا لا، ويمكن نزيدو في الفوليوم ولا لا. وحتى هذا باش يطلع خصك واحد ليميتر، هذا ليميتر هو اللي كيدير هذا الميزان هذا باش يطلع هذا على ناقص 14. فنجيب واحد ديال تاع واحد بلوجين تاع اوزون، ها هو هذا ستان ماكسيميزر ولكن ستان ليميتر او ميم طون، فهمتي؟ وكاينين تماك لي ليميتر اخرين اللي غتستعملو مثلا في هاد المسائل هادو. فمثلا نطلق الموسيقى دابو، هادي كتشوفو هنايا، نوريكم هنايا هادي كتشوفو هنايا 13، هنايا زاد لي جاري على واحد. مثلا هنايا كتشوفو لوناس بينالتي، نديرو ريزيت. فهانتوما كيطلعو كيهول، وصل لحتى ناقص 4. انا مثلا في سبوتيفاي، فنرجع لهداك نولي هداك ليميتا تاع وزن. هذا نوريكم هنايا مع هذا، شوفوا هذا باش تشوفوا هنايا شنو كيوقع. حنا كاين كان كومبريسيو هذا، راه تيبقى هكذاك، هذا ما كيتحركش كيبقى هكذاك حين كتجبد هذا البلوجين هذا حين كتخرجو. فهنايا مثلا إلا جينا نكومبريسيو هذا، نشوفو شنو كيوقع هنايا. ورجع لي هنايا الناقص، وهذا كيطلع. نرجع نجيب لونس بينالتي، هانتوما كتشوفو نقص شوية، ولكن كيطلع وكيهود على حسب الموسيقى، لاخاطش الموسيقى فيها بعض الأحيان لا باتري كتسكوت ولا الجيتار لي كتسكوت ولا المهم كتهوت على حسب خدنا لي تركوريا في لي بلوجين. فمثلا كتشوف هاد لافليش هادي، إذا مشيت مثلا ناقص جوج هنا وناقص واحد فاصلة، وجيت هنا درت بريفيو، فالموسيقى كتنقص على حسب اللي عندي عادية هكا. مثلا دابا حيدت بريفيو، فإلا رجعت ندير بريفيو الموسيقى كتنقص شوية، وإلا مشيت حتى ثلاثة مثلا كتزيد تنقص. دابا هادي عادية، هاهي نقصت، معرفتش كتسمعوها، أنا كنسمعها مزيان. نرجع هنايا البريفيو، طالعة شوية على ناقص ثلاثة، ناقص واحد فاصلة تسعود، طالعة شوية على ناقص ثلاثة. نحيدو ونرجع، هاهي كتهود. فإذا هو هذا، فحين كتشوفوا هنا ناقص 2.7 ناقص 3، هما كيدوزوها هاد لي بلاتفورم كيدوزوها على زائد 2.7 زائد 3 زائد لافاري زائد 1.9 الى اخره. ف نطلقوا دابا نديروا ليها ليكسبورتاسيون. علاش نديروا لها ليكسبورتاسيون؟ ندير لها ليكسبورتاسيون باش نوريكم واحد بحال هاد البلوجين ديال لويس بينالتي غراتوي ومجانا. فهنايا طبعا خصو يكون على فيشي هاد لي بلاتفورم كيبغيو، على فيشي ويف و ريزولوسيون 16 بيت و فريكونس دي شونتيوناج 44.1 كيلو هرتز ولا 44100 هرتز، لحقاش كل واحد كيف عندو سيكونسور شنو كيعطي لو سيكونسور ديالو. يعني حنا كيعطينا 44.1، كاينين اللي كيعطي لهم 44000 و 100 هرتز، هنايا حين كتكون فاصلة كيلو هرتز. إذا نمشيو نديرو لها ليكسبورتاسيون،
حينك حينك تشوفو فهاد الاكسبورتاسيون كي تعطل شوية نعطيك شي ما بغيتش ندير الأغنية الموسيقى كاملة لحقاش غتزيد تعطل عاود الاكسبورتاسيون ديالها لذلك درت غير واحد الطريف وصافي باش تفهموا على هاد الفوليوم اللي كيهود وكيطلع حين كنجيو نديرو في لاكل يو اس بي مثلا في اللوتو وكنسمعو الفوليوم ناقص واخا كنزيدو فيه والو فهذا كيحل هذاك المشكل وزايدون حتى القناة تاع لي بلاتفورم الموسيقى تيقبلوا كيدوزوا لك الأغنية تاعك في أسرع وقت وما كيبقاوش يستناو تمك باش يعاودوا لها الماسترين باش فهمتيو اللي كتشوفو ما هو هذاك اذا كديرو كتضربو هنايا كتضربو لوناس هي كتكتب لوناس ها لوناس هيا كتجي لكم هاد لوناس بينالتي اناليزر كتضربو عليه كتاخدو الاول هنايا وهو درت انايا جوج معليش ف كنجيبو هداك الديسك وترميوه هنايا فهذا مجانا على نافيغاتور جوجل دونك فما كيعطيناش 100% هاد المسائل هادو ولكن تقريبا ما كيعطيوش نيشان 100% لحقاش عارفين علاش باش تاخدو ياخر هذا مجانا اللي ما بغاش يضيع الوقت ياخد يدي اخر طبعا ولكن الا عندك الوقت غادي تخدم بهذا وكيعطيك حتى هو ها اللي كتشوفو هنايا تلقوا الموسيقى ها اللي كتشوفو هنايا دابا كتكون ناقصه شويه الا مشينا حتى لثلاثه بحال لافريش هادي بحال اللي في الاخر نرجعو لواحد باش نشوفو لا ديفيرونس هنايا طلعات شوية مبقاش ناقص واحد الفوق ناقص ثلاثة نرجعو هاهي ودات ودات طلع الفوليوم طالع هنا تهود إذن هو هذا الخط بحال اللي كتشوفو هذا مجانا إذن غراتوي ما عليكم لا تخدموا هذا أنا عندي واحد مثلا على البيرو عندي واحد بلوجين هاد يولين بينال يولين لوناس ميتر جوج هو نخرجو هذا ما عنده لا علاقة مع هذاك اللي كاين في السيكونسور هذا حر بوحدو على البيرو كناخدو اذا ما عنده لا علاقة مع البلوجين اللي كاين في السيكونسور اذا كنجيب هاد الديسك كنرميه هنايا كدير الاناليزي و نمشي على يوتيوب ها اللي كتشوفو عطاني تقريبا بحال بحال هنايا ناقص 11.7 الى وصلت حتى ناقص 9.55 ما كاين مشكل وهنايا راني ناقص 3.7 مزيان ما كاين مشكل ولا عندي واحد عاود اللعبة أخرى كنديرها كنمشي على سيكونسور
كنمشي لاكوي كنخرج النوتر ان نوفو مورسو الله نعم ما هو كنجيب هذاك الديسك كناخذ الديسك كنرميه هنايا ما هو ها اللي كتشوفوا الا سمعناه ما هو ها اللي كتشوفوا ومن بعد كنجيب هاد لونيس هذا كنجي كناخذ هذا وطرميه هنايا انتم ما هو عاود عطاني نيشان ولا لا بغيتو تعاودوا له تزيدوا له لا لا الماسترين هنايا تزيدوا له شويه وديروا هنايا باش تشوفوا واش خرج نيشان هنايا باش ديروا له عاود شويه الماسترين وهادي تعدلوا تزوقوه شويه ومن بعد فهو هذا الخوت الى عجب لكم الفيديو لايكيو وبارطاجوه مع الخوت وما تنسوش الى بغيتو يوصل لكم الفيديوهات اخرين فما عليكم الا تابونيو على القناة اللي هي موف تيم ميكس وشكرا هلاو فراسكم والفوليوم ان شاء الله يكون في المستوى والى الدرس المقبل ان شاء الله والسلام عليكم.